نحن بخير، نحن بخير اللي عندنا هذا العنصر اللي ميز، نحن بخير اللي عندنا هذا العنصر المكافح، هذا العنصر النزيه الشريف. نحن نشوف فيكم اليوم انتو القدوة اللي تدافعون عن سمعة الإمارات، تدافعون عن صحة أهل الإمارات بكل ما تعني الكلمة. اللي يخلي الدول تختلف هو الكوادر اللي مثلكم وشرواكم، الكوادر اللي تخلي دولها في المقدمة، من قائد فريق، أعضاء فريق، ومتطوعين في فريق. في قاموسنا ما في شيء اسمه يأس، وعلشان بلادنا الإمارات وعشان أهلنا وضيوفنا اللي عندنا بنبذل كل غالي ونفيس، وهذه تحدي من تحديات الزمان. لكن بهمة أهلها وإرادتهم يجتازون هذا التحدي. أدري أنها صعبة شوي، لكن بالنسبة لنا لحفاظ على أرواح، بالنسبة لنا لحفاظ على غالية، فما نبى نخرب ما قمنا به في فترة الأشهر اللي فاتت بغلطة بسيطة تكلفنا كثير. الحياة لها دورة، ودورتها الجاية إن شاء الله كأني أشوفها، إن شاء الله نحن أقوى في وضع أحسن، وأنتم بخير، وبلادنا بخير، وجيراننا بخير، والعالم اللي فيه نحن نعيش من ضمنه بخير. قولوا آمين. آمين. تحياتي وسلامي بالله عليكم، لأهلكم جميع، سلموا لي عليهم، سلموا لي على المبروكين.